السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضورنا الكرام مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الموعد الجديد الذي نقدمه لكم ضمن فعاليات الذكرى 11 لرحيل الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، وأكرم منزلته وتقبله عنده من المقربين الشهداء. رحم الله شهداء غزة وفلسطين، وحي الله رجال المقاومة أبطال فلسطين الذين يدافعون وينافحون عن عزة وكرامة هذه الأمة. وأخز الله الصهاينة ومن معهم من المتآمرين والمتخاذلين والداعمين من بني جلدتنا ومن كل العالم. في سياق الجهاد والمجاهدين وكلمة الحق المبين، موعدنا اليوم مع العرض الأول للفيلم الوثائقي كلمة الحق لا تموت. الكلمات الحرة لن تموت أبدا، ستظل راسخة تتلألأ في مسار رجال القومة والإصلاح كما تتلألأ النجوم في السماء. يمر الزمن وتبقى كلمات الحق بشارة لكل المستضعفين، وملهمة لكل الأحرار والمجاهدين، ومزلزلة لكل الطغاة والمستكبرين. كلمة الحق هي كلمة الله الخالدة، يسير على طريقها ورثة الأنبياء من أولياء الله أئمة التجديد في كل زمان ومكان. وعلى أثر الحق واقتفاء لأهل الحق جاءت دعوة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، حاملة شعارا قرآنيا جامعا العدل والإحسان. وبلسان الحق أقام الحجة البالغة على السلطان، وبرأ أدمة كل المغاربة يوم القيامة أمام الله، كاشفا للحاكم مكامن الباطل في تدبير الحكم، ومحذرا من عواقب ومآلات الانحراف عن طريق الإسلام التي ليس بعدها إلا الطوفان. مشاهدينا الكرام، قبل مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن رسائل الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، رسائل 3 إلى ملوك المغرب، معي هنا لتقديم هذا الفيلم الوثائقي الأستاذ عبد الله الشيباني، وهو من عائلة الإمام عبد السلام ياسين وعضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان. أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا. شكرا مرحباً. شكرا سيدي محمد على دعوتك للمشاركة في تقديم هذا الفيلم. مرحبا أستاذ عبد الله. الإمام عبد السلام ياسين، نعم، حينما تقدم بهذه الرسائل إلى ملوك المغرب، هو ليس سياسيا توجه بمطالب سياسية أو نقابي توجه بمطالب نقابية أو اجتماعية، بل الأمر أكبر من ذلك. أين تندرج رسالة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله لملوك المغرب؟ نعم، كما قلت أكبر من ذلك، فبدل مطالب جزئية طرح مطلبا أساسيا جوهريا، وبدل رسائل يشتغل على الرسالة الكبرى التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف، وهي رسالة إعداد مشروع الخلافة على منهاج النبوة. فالرسائل إذن جاءت مقدمات أو أعمال خادمة للمشروع الأكبر والرسالة الكبرى التي هي إقامة العدل في دولة الخلافة على منهاج النبوة. والرجل اختاره الله عز وجل وانتدبه لهذا الأمر، وكان البدء في الحقيقة بالنسبة لهذه الرسائل مش فقط الرسائل المعروفة اللي أولها رسالة الإسلام والطوفان، وبعدها رسالة عنونت بقول وفعل، وثالثها رسالة إلى الملك الحالي مذكرة إلى ما هو أمر، بل سبقتها كتابات عبر عن ممكن أن نعتبرها رسائل. ففي بداية السبعينات كانت كتب كتاب وضع عمله في سياق المشروع الكبير اللي هو الإسلام غدا. هذه رسالة، هي رسالة الأمة، وكذلك الإسلام أمين داودة. فإذن هذه رسائل الأولى مكتوبة موضحة، وأتت الرسالة الأولى في سنة 1975 اللي هي رسالة الإسلام والطوفان. فإذن ليست مطالب وليست رسائل، بل هي أعمال أو مقدمات للرسالة الكبرى وللمطلب الكبير اللي هو تغيير ما بحال الأمة الذي وعد به الله عز وجل في كتابه العزيز، وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النبوي الشريف، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. طيب أستاذ عبد الله، سبق الإمام عدد من علماء القائمين بالحق الذين تقدموا برسائل نصح للملوك والسلاطين، ماذا تمثل النصيحة ضمن النسق الإسلامي؟ نعم، في تاريخ أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء أجلاء، ويمكن أن نعتبرهم مجددين لما قاموا
بهذا العمل اللي هو نصح الحكام وأول الناصحين للحكام برسائل شفاهية أو برسائل مكتوبة أو برسائل عملية هو إمام القائمين من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا الحسين رضي الله عنه. فكانت قومته أو قيامه الرسالة العملية الأولى في المقدمة للملك الأموي الذي جعلها بعده ملكية كسروية وراثية في عهد الأمويين واستمرت إلى غير ذلك. وكان عبر التاريخ على الأقل 14 ناصحا للملوك والملوك ملوك الدول التي تداولت على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لكل كما أراد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكل قرن مجدده. فمن سمات المجدد هو أنه ينصح الحاكم. هذه الرسالة أتت في هذا الزمن الحديث، ولكن أتت في محور تاريخي نسميه خاص وفريد من نوعه اللي هو إعداد مرحلة تاريخية اللي هي الخلافة على منهاج النبوة. طيب أستاذ عبد الله، قبل مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي، أنت من أسرة الإمام وعشت أجواء هذه الرسالة أو هذه الرسائل، يعني ماذا شكلت هذه الرسائل عند العائلة وعند أسرة الإمام؟ الحق عشت أجواء الرسالة الأخيرة بشكل مباشر. رسالة إلى من يهمه الأمر، مذكرة إلى من يهمه الأمر، وعشت بشكل غير مباشر حكية أجواء الرسائل الأخرى وعلى الأقل رسالة السبعينات اللي هي الإسلام أو الطوفان. أما في خصوص هذه الرسالة التي عشتها مباشرة فأذكر أنها كانت باقتراح بعض إخواننا المسؤولين على المرشد، قال له أليس من حق محمد السادس في رسالة نصيحتك التي أرسلت لأبيه؟ ويعني تجند الأمر واستشار فيه في هذا الأمر إخواننا في مجلس الإرشاد وأشاروا عليه، واستعانا بخبرة الخبراء في المعطيات التي أوردها في تلك الرسالة. هذا فيما يخص رسالة مذكرة إلى من يهم الأمر. الرسالة التي قبلها عشتها شيئا ما في بداية الثمانينات، كان الملك الحسن الثاني رحمه الله كان قد أرسل رسالة يعتبرها رسالة أمير المؤمنين إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تقرأ تلك الرسالة تجد نفسك وكأنك تقرأ رسالة لداعية من الدعاة ينصح الأمة للرجوع لدينها. فأخذ سيدي عبد السلام رحمه الله إمامنا تلك الرسالة وحللها وفصلها وعنوان مقالا أدرج في عدد من أعداد مجلة الجامعة آنذاك في الثمانينات، عنوانه بقول وفعل. واعتبرنا هذه الرسالة طبعا هذا المقال رسالة ثانية، وهكذا اعتبره حتى المخزن كذلك، لأنه ترك الأمر يمر لسنة أو سنتين واستغل الفرصة لما صدرت الجماعة صحيفة الصبح. فاعتقل سيدي عبد السلام الاعتقال الثاني سنة 83 إلى 85 ظاهرياً بسبب الصحيفة أو بعض المقالات التي نشرت فيها، ولكن في صلب الأمر فلقد اعتقل انتقاما للمخزن لا ينسى، انتقاما للرسالة التي كسرت تلك الرسالة التي أرسلها الأمير. أما فيما يخص أجواء الرسالة الأولى، سيدي عبد السلام رحمه الله كان قد كتم أمر هذه الرسالة على عائلتي، بما أن سألت عن أجواء العائلة، وكانت آنذاك والدته رحمها الله اللرقية مريضة شيئا ما وخشي عليها الصدمة، ولكن تحكي بنته الكبيرة أنها رأت رؤيا وأتت فحكتها للمرشد سيدي عبد السلام، وقال أردت أن أكتم عليكم هذا الأمر ولكن الله عز وجل أراد إلا أن في تعبيره لسك الرؤيا. فهذا الجو الذي أذكره. وما أذكره كذلك وأنه لما أرسلت الرسالة بتلك الطريقة، يعني كتيب بعنوان سيدي عبد السلام في مراكش، وسلمت مباشرة إلى عامل الإقليم هناك
عامل الإقليم ديال مراكش. فمباشرة أتي بسميتها سيارات الإسعاف لنقل مجنونين، أرسل رسالة إلى مالك البلاد. ولما عرف السيد سلام أنه سيذهب سيعتقل أو يقتل، أتى لكي يحمل ربما ملابسه، وظنت أنهم سيذهبوا به لكي يقتلوه، ووقعت له صدمة أورثتها عاهة جسدية رحمها الله. أستاذ عبد الله، هذه التفاصيل وغيرها سنجدها مفصلة إن شاء الله في الفيلم الوثائقي. أستاذ عبد الله الشيباني من أسرة الإمام وعضو مجلس أرشاد جماعة العدل والإحسان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا لتقديم الفيلم الوثائقي كلمة الحق لا تموت. حضورنا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، والآن مع مشاهدة الفيلم، أتمنى لكم مشاهدة طيبة، ونعود بعد المشاهدة للتعليق حول هذا الفيلم الوثائقي. الرسالة كانت بمثابة قنبلة. عندما طرق الباب توضأ الإمام وفتح المصحف وقرأ قول الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أن الرسالة نبأ عظيم وحدث عظيم. الأمر عند الإمام المجدد رحمة الله عليه كانت كلمة حق عند سلطان جائر. فوجئ الناس بطريقة الكلام فيها وبمضمونها، وينتظر بها مقعده إلى جانب سيد الشهداء حمزة عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. إن من واجبي أن أقول كلمة حق عند سلطان جائر. قالها رجل الله أريد بذلك إلى وجه الله عز وجل، هذا كلام لا يبوت أبدا. الإسلام أو الطوفان، ودعوة إلى كل حاكم وإلى كل ذي سلطة تقول له: إما أن ترجع إلى دين الله عز وجل، وإلا فإنك ستجرف كما يجرف خشاش الأرض، وكما تجرف الأمور التي لا قيمة لها عند الله ولا وزن. سيرا على نهج الناصحين الأقوياء المدونة أسماؤهم بمداد الشجاعة والإقدام في تاريخ من قال كلمة حق في وجه سلطان جائر. وجه الإمام ياسين النصح للملك واقترح عليه التوبة، توبة عمرية، ودعا إلى وقف النزيف. الإسلام أو الطوفان رسالة كتبها الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله سنة 1974، تقع في 114 صفحة، طبعها الأستاذين الجليلين أحمد الملاخ ومحمد العلوي السليماني رحمة الله على الجميع، وهي رسالة مفتوحة إلى ملك المغرب. الحقيقة أن الأستاذ عبد السلام ياسين باعتباره عالم من علماء المسلمين شعر بمسؤوليته تجاه ما يجري ويقع في المغرب. هذا الحرقة، هذا الهم الذي كان يعتصر قلب الإمام المجدد رحمة الله عليه على أمة رسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان يريد لها الخلاص مما هي فيه، كانت في وهدة يعني كبيرة وكبيرة جدا، ولا تزال على كل حال. واقع التخلف والاستبداد والأمية والجهل والبعد عن الإسلام جعله يقدمه في إطار رسالة مفتوحة ضمنها كل ذلك، ضمنها وصفا لما يقع ولما يعيشه المغرب، ثم اقتراحاته للخروج من هذا الوضع. كان ينتظر من الحسن الثاني أن يدخل إلى التاريخ من باب الواسع، ولهذا قبل الإسلام أو الطوفان بعث إليه، بل أوصل الكتاب بيده الأستاذ المرشد رحمه الله عليه إلى القصر الملكي، كتاب الإسلام بين الدعوة والدولة. كان ينتظر من الحسن الثاني أن يحدو حدوى أولئك الرجال الذين ذكرهم
الأستاذ المرشد في الإسلام بين الدعوة والدولة، ذكر أربع شخصيات عظمى في تاريخ المسلمين، سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا يوسف بن متشفين، صلاح الدين الأيوبي، وأورنيك زيب. أحيت الرسالة في طبيعتها تقليدا جرى به العمل في تاريخ المسلمين، حيث دأب كبار العلماء الذين امتلكوا بصدقهم رأس مال رمزيا حقيقية على تحرير رسائل نصح يقومون به سلطة الحكام وتصرفهم في أمانة الحكم، وخاصة إذا مال هؤلاء الحكام إلى الطغيان والفساد، فينصحونهم بصدق وأمانة عملا بفريضة النصيحة الشرعية. هكذا جاءت رسالة الإسلام أو الطوفان في زمن ما يعرف في المغرب بسنوات الرصاص بعيد محاولتين انقلابيتين. لابد ما نستحضره، ونحن نتحدث عن هذا الكلام، نستحضره الواقع اللي كان عليه المغرب في ذلك الوقت، الواقع الحقوقي والسياسي اللي كان عليه المغرب. المغرب في تلك الفترة كان يعني في اضطراب كبير جدا على مستوى الحكم. الحسن الثاني رحمه الله كان خرج من انقلابين في تلك الفترة، الانقلاب الأول في 10 يوليوز سنة 71، والانقلاب الثاني في 16 غشت سنة 72. استبداد في الأوج ديالو، طغيان في الأوج ديالو، القبضة الحديدية ديال النظام ديال الحسن الثاني، الإعدامات والسجون وقمة ديال الاستبداد. فإذا باش تجي رسالة بهذه القوة وبهذا الخطاب وبهذه الصراحة وبتحميل المسؤولية وبكلام قوي في هذا الوقت، هذا زلزال كان في ذاك الوقت. جمعت الرسالة بين القوة واللين في الخطاب، وبين الشجاعة والرفق في قول الحق، لا رهبة فيها ولا رغبة، بل هي نصيحة صريحة وتحذير صادق. الأمر ليس بالهين أن يجمع شخص من حجم ومن مستوى الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله عليه، أن يجمع بين أمرين عظيمين، بين الجهاد في سبيل الله كأعظم ما يكون الجهاد، هذه الكلمة القوية جدا الرائعة، كلمة حق في وجه السلطان، وأن يجمع إلى ذلك هذا الجانب الرباني، الإنابة إلى الله عز وجل، معرفة الله عز وجل، حب الله، معرفة والتوجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الجمع هذا ليس بالهين على الإطلاق، فهي ليست رسالة نقدية سياسية تهتم بتدبير الشأن العام وبالواقع الاقتصادي والسياسي فقط، بقدر ما هي نصيحة تشمل دولة إسلامية، علاقتها بالإسلام، صلتها بالقرآن وبالمنهج النبوي. فإذا كانت هذه الرسالة شاملة وعامة، كانت نصيحة تريد أن تخرج بالبلاد من هذا الواقع الذي تعيش فيه إلى واقع آخر. سألت الرسالة مشروعية الحكم الوراثي في الإسلام، كما انتقدت احتواش الملك للمال وانفراده بالسلطة وتمكينه لحاشية مفسدة تستضعف المغاربة وهم يعيشون في الإملاق والخوف والحرمان. لهذا كان الإمام صريحا لما قال: وإنك يا هذا أكلت وحاشيتك وأقاربك أموال المسلمين بغير حق، وهتكت حرمات الله، وغششتنا بدعواك، وتألهت واستعبدت الناس، فبأي صحيفة تلقى ربك يوم حسابك؟ كانت الرسالة نصيحة قوية صادقة تحمل حديث عالم لا يخشى في الله لومة لائم إلى ملك لا يخشى إلا على ضياع ملكه، رسالة من رجل فرد معه صاحبان يقول كلمة الحق معتمدا على الله مسندا ظهره إليه. بدينا الظروف نشوفوا العناية ديال الله تعالى، كيفاش كانت العناية ديال الله تعالى مع الأمر من البداية دياله،
جينا العمر ما عندنا تجربه، ما عرفنا الراجل ان شاء الله يجازي بخير. ونذكر الاخوه مش باش نقصد الدار ديالو، العمر كله ديال اللي يسمى الطوفان داز على ظهر هذا الرجل هذا، واللي كتب لنا عوينات ما فيهم شك هذيك الساعه تبارك الله بالصحه ديالو بكل شيء، يجيب الصحه من دور الخام عند الزياد بسلام، وكنوعدو نطبعوها في الليل. الرسالة كتبت في مدرسة الإمام الجازولي بمدينة مراكش التي كان سيدي محمد العلوي السليماني رحمه الله مديرا لها. علاقة الأستاذ عبد السلام ياسين بالوالد رحمه الله سيدي أحمد الملاخ لم تكن وليدة تلك اللحظة، لحظة كتابة الرسالة، وإنما كانت قبل ذلك بسنوات، حيث التقوا في الزاوية البوتشيشية صحبة الحاج العباس رحمه الله لسنين عديدة. حين خرج الأستاذ عبد السلام ياسين من الزاوية البوتشيشية خرج معه الرجلان رحمه الله جميعا، فكانت بعد خروجهم جميعا كانت الفكرة فكرة كتابة رسالة الإسلام والطوفان. طلب الأستاذ عبد السلام ياسين الوالد والأستاذ أحمد الملاخ طلب منهما أن يستخير الله تعالى في صحبته في هذا المشروع، وكانت استجابتهما رحمه الله جميعا. فامتحن إرادتنا وتصميمنا أن نحن بالفعل مستعدون على أن نواكبه في العمل إلى الأخير مهما كانت الظروف. فنادى على كل واحد منا وبيّن له خطورة العمل. قال لك استخر الله، ما كانش صعيب، قال لك صعيب والثمن ديالو هو الموت، استخر الله إلا بغيتو وزيدوا إلا كتب لكم الله تعالى شي حاجة. طبعت الرسالة بوسائل تقليدية جدا وفي ظروف غير عادية. الوالد رحمه الله تعلم صنعة الطباعة من مطابع هنا في البيضاء. انتقل الوالد رحمه الله صحبة الأستاذ أحمد الملاخ إلى الدار البيضاء، فاقتنيا معدات الطباعة وتعلم وتمرس على كيفية استعمال هذه الأدوات. وفي صيف حار وشديد شهر غشت من سنة 1974، فجر كل يوم من هذه الفترة ديال الطباعة يذهب عند الأستاذ عبد السلام ياسين الذي كان بجوارنا في السكن بمدينة مراكش بحي الدوديات، يأتي بورقات مكتوبة بخط يد الإمام رحمه الله. يظل الوالد في تصفيف الحروف في المدرسة الإمام الجازولي عند سيدي العلوي. وسيدي محمد العلوي رحمه الله كانت وظيفته أن يقوم بعملية الطباعة بطريقة الإنزال تلك الورقة الخشبية فتكون الطباعة. بدأ يكتبان على بتلك الوسائل، وكانت هذه الوسائل تتطلب مجهودا يعني بدنيا لترصيص الحروف حرفا حرفا ثم جملة جملة ونسخة نسخة، وكانت ساعات العمل مضنية تصل إلى 17 ساعة يوميا. في الأول كاع ما كنت سايق الخبر، ولكن في النص ديالها تقريبا هكذا سقط الخبر، قال لي راني كنكتب واحد الرسالة وغادي نصيفطها للملك وهذا، ودابا راه باش تكونوا على بال راه غادي يجيو يديوني وغادي يقدر يغبروني، يقدروا يقتلوني، يقدروا زعما هاد الاحتمالات كلها خصها تكون عندكم، ولكن راس ربي كبير زعما خصكم ما تيأسوش من رحمة الله وما تقنطوش منها، وانا كندير هاد الشيء غير في سبيل الله. دابا راس ربي ما غادي يدير غير اللي فيها الخير. بعد طباعة الرسالة بدأت مرحلة التوزيع. كما يروي سيدي محمد العلوي السليماني لجأنا إلى كناش الهواتف الذي نجد فيه توجد فيه العناوين، وبحثنا على أسماء الفضلاء والعلماء والمثقفين، وأخذنا العناوين
وبدأنا في مرحلة وضع النسخة لنوم الحجم المتوسط الإسلام أو الطوفان، وضعها في أظرفة ونذهب بها إلى البريد. الوالد رحمه الله والأستاذ حمد الملاخ كان يحملان الرسائل الأظرفة في سيارتهما، في سيارة الوالد رحمه الله، وكانت الأظرفة الموجهة إلى مدينة الدار البيضاء كانت ترسل من مدينة مراكش مثلا، والرسائل الموجهة إلى مدينة وجدة كانت ترسل من مدينة آسفي، وهكذا حتى تمت تغطية المدن. فإذا هم يرسلون من سطات من الدار البيضاء أو بلدان أخرى لكي لا يعرف مصدرها، لكي لا يعرف الناس أن هذا أمر مبيت منظم، وهو منظم هو منظم. حتى إذا فرغا من شأنهما رجع إلي، فأرسلت بنسخة إلى الملك على يدي العامل الوالي هكذا سلمتها للوالي وقلت له هذه لا أرسلتها له بالبريد قلت له هذه نسخة توصلها للملك في هذا الكلام. وأيا ما كان جوابك يا حبيبي يا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تمنع كلمة الحق والصدق التي أصدع بها من غايتها، سواء برز لي الملك بسلطانه أو المؤمن عبد الله المسكين بقبول النصيحة. الأستاذ عبد السلام يتكلم على مع الحسن الثاني رحمه الله وتيقول له شوف انت كي غادي تتعامل، واش غتعامل كما تيتعاملوا الملوك بالفيش وبكذا، وغتهمل هذه الرساله وتلوحها في سميتو وممكن تعتقل صاحبها وتعذبوا او لا تقتلوا او كذا، او لا انه غادي تتذكر مسؤوليتك وتذكر صفتك وتذكر النسب ديالك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع الاسف كانت الخيار الاول هو اللي مشى فيه النظام كعاده الحكام، انهم لا ياخذوا مثل هذه النصائح بالجدية اللي مطلوبة إلا الاستثناء اللي كان في التاريخ ديال الأمة. جاء رد المخزن سريعا بعد توزيع الرسالة وبعد أن وصلته النسخة الأخيرة من رسالة الإسلام أو الطوفان، وكانت النسخة الأخيرة بالمناسبة التي وصلت إلى ملك المغرب تحمل بطاقة خاصة. أشنو كاين في هذه البطاقة؟ أسماء الرجال الثلاث وعناوينهم. هاد الرواية ما دخلتش للمخزن الدماغ ديالو نهائيا، فكان تظن أنه هذا عمل تنظيم سري. جاو هادوك البوليس سيفيل، أنا كنعقل عليهم هكذا، دخلوا كلهم شكلهم هكا هذا، وطلعوا سدوا البيبان، سدوا الباب ديال السطاح. واللي عقلت عليه ايضا هما انهم مشوا للخزانه ديال الوالد وبقاو كيعزلوا هكا في الكتوبه، ولكن اللي تارهم اكثر من اي حاجه هو الكتوبه ديال اليسار. كل ما هو ماركسي لينيني، وكان الوالد عنده كتوبه كثار، داك لينين داكشي ديالهم، لا بخافدا كان يمكن عنده هذا ديال لا بخافدا، ولا ما عقلش شي حاجه ديال لو روس، باقي كان عقل شي حاجه ديال السوفييت ديال. واستنتجت انايا على ان ما تيقنش باش بان يكون اسلامي، فهمتي، دايرين كيقولوا يمكن هذا التيار مقنع يساري ولا شي حاجه، لان هذه الشجاعه هكا، واخا الرساله راه كان واضح والمرجعيه واضحه، ولكن ما تيقنش. ايوا هكذاك، وهما براسهم اللي كنذكر ان بقاو كيتماطلوا واحد المده، ما عقلتش على الوقت اللي جاوا باش يديوه، لان هذوك اللي كانوا في الدار بعدا كنعقل ما عندهمش فكره ديال شنو غادي يصيفطوا لهم، غير مأمورين يعني ما عارفينش فين واش جايين هما، فين غيديوه ولا، وكيتشوفوا بيناتهم كيطلل وكيخرج وكيشوف الباب وعاود يرجع وكذا. النظام فكذلك ارتبط كيف سيتعامل مع رجل ماشي هو لا يقبل ان شي واحد يتكلم معاه بهذه الطريقه وبهذيك الكيفيه. لذلك
هذا الارتباك جعله انه يتعامل مع السي عبد السلام وكانه واحد الانسان اللي ما ساويش عقليا وانه عوض يمشي للسجن ولا يديه وداه للمستشفى مستشفى الجنين، معناه انه ما يمكنش شي واحد يكون عاقل ويتكلم بهذه القوه وبهذا الصراحه وبهذا، فهذا تدل على حتى الاضطراب اللي وقع للنظام كذلك في التعامل مع الاستاذ عبد السلام ياسين. يعني كان التعامل هو اختطاف الأستاذ عبد السلام ياسين من مقر سكنه إلى وجهة غير معروفة آنذاك، واختطاف الوالد رحمه الله والأستاذ أحمد الملاخ رحمه الله إلى وجهة غير معروفة كذلك. جابوا أمبولانس وخرجوا زعما واش جابوا فرمليات ولا فرملية ولا ما عقلتش داك الشيء، المهم الهيئة ديال واحد الإنسان اللي خارج ماشي في الباياس ولكن على رجلي غير هو. وليت تذكرت أيضا أنه بغى يدي معاه الشنطة وكان داير فيها التسبيح وهذا، وقالوا ليه لا زعما ما عندناش الحق تدي حتى شي حاجة، غتمشي هكاك والسلام. الليلة كلها دوزناها في واحد الحالة، والليلة الأولى في رمضان ما عرفناش داك النهار واش فطرنا ولا ما فطرناش ولا، المهم دوزنا واحد الليله كبرت عليها. ايام قليله بعد اختطافي بعض الموظفين كان له شغل في تلك الغرفة، موظفي المستشفى، فسأله الأستاذ عبد السلام ياسين عن مقر سكنه وعن اسمه وكذا، فأخبره أنه يسكن في درب المدردب، وهو واحد الدرب في المدينة القديمة، وهذا الدرب المدردب هو الذي يسكنه الأستاذ علي سقراط رحمه الله. فسأله الأستاذ عبد السلام ياسين هل تعرف الأستاذ علي سقراط؟ قال نعم فإنه جاري. قال فأخبره أني هنا. ملي جيت في العشية جاء عندي واحد السيد جاري دق عليا قال لي راه سلم عليك السي عبد السلام. قلت لي فين شتيه؟ جاتنا غريبة. قال لك راه في المستشفى، وهذاك السيد منظف هذيك المستشفى. فكانت تلك الـ 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 الوسيلة حتى يعرف الحاج علي سقراط وأسرة الأستاذ عبد السلام ياسين والأسر وأسرتي وأسرة الأستاذ أحمد الملاخ أن الأستاذ عبد السلام مدعو في الغرفة تحت الحراسة. أخذ الإمام رحمه الله إلى بداية فاتح رمضان 1394 في سنة 1974 ميلادية، أخذ إلى المستشفى الأمراض الصدرية، بعدها بفترة نقل إلى مستشفى المجانين لكي تصنع الإشاعة الجديدة أن الرجل مصاب بالهوس وبالخراف. ولعلهم قالوا هذا سنستريح منه، هنالك سلول وأسكنوني في غرفة مع المرضى بالأمراض المعدية. أدخلوك المستشفى؟ نعم نعم نعم. وأنت لا تشكو من شيء؟ لا أشكو من أني كذبت يعني في مرحلة أخرى صرت أحمق. كانت النية واضحة، الأمراض الصدرية اللي يتلقى ما يتلقى من ميكروبات ومن سل ومن أمراض صدرية ويعدم هكذا يعني بالتقسيط وليس جملة، والأمراض العقلية تعرفون من يخالط المجانين ومن يخالط العماق ومن يخالط مرضى النفوس والعقول كيف يمكن أن يخرج، ولهم هم تجربة لهم تجربة كبيرة في هذا الأمر، أخذوها من الاتحاد السوفيتي سابقا ومن غير الاتحاد السوفيتي. فالمعارضون الذين يدخلون بهم ويقحمون مع المجانين تكون نهايتهم نهاية خطيرة وخطيرة جدا. بينما الرجلين الوالد في 37 سنة من العمر وسيد محمد العلوي 47 سنة نقل إلى معتقل سري مولاي الشريف بالدار البيضاء. أه
مدة الاعتقال كانت 18 شهر. كانت تصلنا أخبار الوالد أستي أحمد الملاخ يعني بتكتم شديد. مشينا لدمولي شريف، ادونا في الفرقون هيت، مغطونا في وفات استفيت، داروا لنا في واحد سيلول بوحدنا أنا وسير علوي، واحد سيلول فيها جوج المتر على جوج المتر، ناس في المراحيض اليد مكبلة، رجل ما يمكنش الإنسان يمشي من هنا جوج خطوات، ما يتحركش ليل نهار، يأكل التراب بالعدس ويأكل التراب بالحمص والتراب بالفول والسكات والقعاد. أنا وسيدي أحمد مع أنه بغيت كيمشي مسكين الله يشافيه يمشي للمستشفى مدة ونبقى أنا تما بوحدي. سير على هو مسكين حيدو ليه نظرو ما تيشوف شي، إذا باش حاجة غير تيدير تسريها حيدو ليه نظرو، حيدو ليه المصحاب، حيدو ليه كذا. وهنا كنتذكر الآن وكان بدا كنقرا هذاك التاريخ، كنقرا هذيك العناية ديال الله تعالى علاش خص بها فلان وفلان. إيوا هذا نطلب الله تعالى نكونوا أهل لهذا الأمر، هذا هذيك نصيب برحمتنا من نشاء. سنتان في المعتقل السري بدرب مولاي الشريف ركز خلالهما التحقيق الشرس المتواصل على حجم تنظيم ياسين ومن معه. خلصت التحقيقات خلال مدة الاختطاف أن الإمام أقدم على نصيحة الملك بمفرده بمعاونة رفيقيه، في حين لم تهتدي السلطات لرفيق الدرب الثالث الذي اقترح عليه الإمام دورا غير مباشر. المشارك الثالث كان هو الأستاذ علي سقراط رحمه الله. في هذا الوقت هذا في هذه الفترة كنت أنا تنتصل بدار السي عبد السلام بزاف، ودار السي حمد الملاخ مرة تنجي الزوجة وتنمشيو نطلو عليهم، ومرة تنطلو على دار السي العلوي. ودوره كان حسب ما يحكي الوالد رواية عن الأستاذ عبد السلام ياسين وما سمعته من الأستاذ سقراط نفسه، كان دوره أن يقوم على واجهة مواساة أسر الأستاذ عبد السلام ياسين والوالد والأستاذ أحمد الملاخ، حيث كان من المتوقع أن تتم المضايقة والاعتقال وكل الأبواب كانت مفتوحة آنذاك. خرج الإمام رحمه الله من محنة الاعتقال فاستأنف جهوده في الجهر بالحق وإصداء النصح، وواصل مسيرة الدعوة قولا وفعلا، مجاهدا صابرا متوكلا على الله العليم الحكيم. الهم الدائم للأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله عليه هو أن يتكلم مع الحكام مباشرة، وأن تكون كلمته مستمرة ودائمة لا يمل. تلاحظ هذا في الإسلام أو الطوفان، وداخل معتقله من داخل مستشفى الأمراض العقلية الذي زج به في ظلما وعدوانا، كتب رسالة أخرى إلى الحسن الثاني بعد سنتين في سنة 76 و900 ألف، وكتب هذه المرة بالفرنسية، ويعيد فيها بشكل آخر مقترحاته. في 1982 تكلم كلمة أخرى مع الحسن الثاني في قول أو فعل، قول وفعل عفوا، في قول وفعل، وهذا كانت هي المقدمة، مقدمة العدد العاشر من مجلة الجماعة، وهي كلمة قوية جدا وضع فيها، هذا هو العنوان، رسالة القرن الملكية في ميزان الإسلام. وضع هذه الرسالة التي كان بعث بها الحسن الثاني إلى الحكام وإلى الملوك والأمراء والرؤساء بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر، رسالة منمقة وموشات توشية خاصة إلى آخره، فأراد أن يحاكمها الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله عليه ووضعها في ميزان الإسلام. وكيف هذه الأقوال بين قوسين الكريمة كيف ينبغي أن تخرج إلى الفعل وإلى التطبيق. ذلك قول محلق في أجواء التجريد، لا
بل كل خطاب سياسي مراوغ متقلب مهما فخم، وكل خطاب سياسي جزء لا يتجزأ عند القادة والزعماء ومحترف السياسة في عملية تنويم الشعب عن حقه. أسحابة صيف هو وامضة ببروق الوعد السياسي الخلب دائمة، أم نمطر منه بغير ما ألفنا من الحكام؟ الحسن الثاني رحمه الله لما دار هذه الرسالة وجهها للملوك والرؤساء ديال الدول العربية والإسلامية وبمناسبة القرن الجديد، وتقول بأننا احنا راه ابتعدنا عن الإسلام وخصنا نرجعوا للإسلام وخصنا نديروا الحريات وخصنا نديروا، فإذا هو يخاطب، إذا طبيعة الرسالة ومضمونها والخطاب الذي موجه كان موجه للعالم الإسلامي، فإذا كان النقد موجه صاحب الرسالة الملك الحسن الثاني، ولكن لجزء أساسي من الرسالة كذلك توجه في الخطاب لمن وجه إليهم الملك كذلك هذا الخطاب دياله. لم يتأخر جواب النظام عن هذه الرسالة كثيرا، حيث تم اعتقال الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله في 27 من دجنبر 1380، وحكم عليه بسنتين نافذتين قضاهما في سجن العلو الرهيب. وقد كان ما جاء في افتتاحية العدد العاشر من مجلة الجماعة هو السبب الحقيقي وراء الاعتقال. خبرت فيما بعد ذلك مصادر مطلعة على ما يجري وراء ستائر، طلعت على أن السبب الحقيقي للاعتقال في يومئذ هو ما كنت كتبته في مجلة الجماعة بعنوان قول وفعل، وتعرضت في هذه المقالة لنقد شامل كامل للإسلام الرسمي. تنصرم ثلاثة عقود من جهاد الكلمة والحجة، يصل الليل بالنهار مقبلا على ربه، ذاكرا داعيا حاملا هم أمته. لم ينل السجن ولا الحصار ولا المحن من عزيمته وصرامة قوته في الحق، فيجدد النداء النصيحة في رسالة للملك الابن محمد السادس، مذكرة لمن يهمه الأمر بأدب جم ونصح خالص، غايته الله ونهايته مصلحة وطن يئن تحت وطأة الظلم والفقر والفساد. الرسالة الثانية إلى من يهمه الأمر اللي هي نصيحة كذلك، هذه جاءت في ظروف أخرى، جاءت في ظروف أن الملك كان ملكا جديدا لا يتحمل مسؤولية ما وقع طيلة السنوات السابقة، جاء لقى واحد الواقع اللي هو فاسد ومتردي، كيف سيتعامل مع هذا الواقع؟ بالتأكيد الحسن الثاني ماشي هو محمد السادس. بالنسبة للمنصوح اللي هو محمد السادس تنتكلموا على نوايا، على أنه خصو يعكس إرادة جديدة، بينما الحسن الثاني النظام ديال الحكم دياله تطبع، كان يريد الخلاص الدنيوي والخلاص الأخروي للحسن الثاني رحمة الله عليه، كما في مذكرة إلى من يهمه الأمر كان يريد الخلاص لمحمد بن الحسن محمد السادس، الخلاص الدنيوي والخلاص الأخروي. بعد تولية الملك الجديد حاولت كل الحساسيات السياسية أن تعبر عن رأيها وموقفها، وتأخرت جماعة العدل والإحسان فكانت تقريبا آخر ما تقدم برأيه الواضح في رسالة مفتوحة من مؤسس الجماعة ومرشدها. الفعل السياسي ديال العدل والإحسان فهاد 20 سنة كله بالتأكيد طبعته المذكرة ديال من هم الأمر، الخيار السياسي ديال العدل والإحسان في التعامل مع النظام ديال المغرب تطبع في ديك اللحظة. علاش؟ لأنه هذيك المذكرة جاءت بعد طول انتظار وطول تفكير وطول تشاور، لأنه الكل كان ينتظر الموقف ديال العدل والإحسان، فبالتالي هذاك الموقف راه ما كانش موقف ديال اللحظة فقط، لا، هذاك راه كان هو شنو هي طريقة تفاعل وأشنا هي المطالب ديال العدل والإحسان. الرسالة ديال إلى من يهمه الأمر ما نساوش بأنها جات متأخرة
من بعد ما الأحزاب والمنظمات والسياسيين كلهم عبروا على رأيهم بعد مجيء الملك الجديد، وكانت العدل والإحسان تقريبا هي من آخر من عبر، لأنها اختت واحد الوقت وقومات الواقع. أستاذ السلام رحمة الله عليه، لأن مما ربانا عليه ومما كان ديدنه دائما هو مسألة الشورى والاستشارة. استشارة ضيقة، لأن الأمر ينبغي أن يكون فيه الكتمان، وينبغي أن يكون فيه قوة، لا أقول الصدمة، ولكن أن تكون الكلمة وقعها وأثرها المنتظر لابد أن تكون في أجواء معينة. فاستشار مع مجموعة من الإخوان، طبعا على رأسهم من يهمه هذا الأمر السياسي بين قوسين الصرف، وهو الأستاذ عبد الواحد المتوكل. فكانت استشارة وكان أخذ ورد إلى آخره، وطبعا كانت الاستشارة القوية مع الأستاذة نادية ياسين ومع أبنائي الأستاذ السلام. لا تستطيع الكلمات اللينة ولا الجمل المدجنة ولا التعابير الباردة والأسلوب الذي يسري فيه مخدر الامتثال أن يعكسوا فداحة الوضعية. فقد تكون كلماتي حادة، عنيفة أحيانا، مثيرة دون شك في حكم مجمع السادة المفكرين، لكن القضية النبيلة التي يناضل في سبيلها كل مواطن حر يسكنه هدف سام تتطلب منا جميعا حدا أدنى من الصراحة والنزاهة الفكرية، حتى نكشف عن الحقائق المنكرة ونوقظ العقول الغافية. هكذا عبر الإمام ياسين عن الهدف من الرسالة وعن أسلوب الصراحة الذي انتهجته العدل والإحسان للتعبير عن قراءتها للوضع الجديد وللتحديات المطروحة أمام ملك جديد. على مستوى السياق لا الوطني ولا الدولي، بالتأكيد كاين فرق كبير بزاف على مستوى هذه السياقات. في السياق ديال السبعينيات تنعرفوا بأنه جوج ديال المحاولات ديال الانقلاب أتت من بعد مجموعة ديال الاعتقالات وسط ما صلح عليه بأقصى اليسار، بينما في المغرب ديال التسعينات كانت سياقات أخرى، وهذا هو ما سينعكس كذلك على المضامين. كل رسالة بصفحاتها الكثيرة تتحدث عن شأن واحد، مغرب الشعب، بؤس هذا الشعب، فقر هذا الشعب. الفرق الشاسع بين هذه المظاهر الزائفة التي ظهر بها هذا النظام بين قوسين الجديد، وبين الواقع المرير الذي تعيشه يعيشه الشعب وتعيشه الأمة. لا أعتقد بأنه كانت فيها إذن للملك ولا أولاده، بل بالعكس كانت فيها اختبار حقيقي لنوايا الملك، وأعتقد بأنه المذكرة كانت فرصة للملك. كان فيها الشق الأول اللي هو شق ديال التشخيص الصريح، واضح؟ علاش؟ لأنه فيها فعلا بأنه الملك الجديد لا يتحمل إرث، ولكن فيها كلام جدا بأنه لا يمكن فصل الملك الجديد عن طبيعة النظام المخزني. فكانت إدانة للنظام المخزني واختبار لنوايا شخص الملك. خلف الملك الراحل عفى الله عنه ثروة خيالية، تركة مسمومة لمحمد السادس وإخوته. فهل يستجيب الورثة المسلمون حفدة النبي صلى الله عليه وسلم لداعي الحرص، فيتمسك كل واحد منهم بحصته من الغنيمة التي نعرف كيف تم تجميعها؟ هل يستطيعون مساءلة ضميرهم عن الهوة الهائلة القائمة بين شعب غارق في أوحال البؤس الأسود وبين ورثة تهاطلت عليهم فجأة سيول من ذهب وفضة؟ كان هذا مقتطفا من المذكرة الرسالة التي تميزت بدعوة الملك إلى إعادة مال الأمة للأمة، والخروج من بيعة الإكراه إلى تعاقد بين الحاكم والمحكوم، ومباشرة تطهير أجهزة الإدارة من براثن الفساد لإعادة الثقة إلى الشعب. الكلام فيها كذلك صريح، كان الكلام فيها قوي، كانت فيها الاقتراحات واضحة
ومستعجلة، تكلمت على إرجاع المال، تكلمت على محاربة الفساد، على واحد المجموعة ديال المقترحات اللي طرحتها التي تتطلب صفة استعجالية كما قلت لأولا لوقف النزيف. المغرب في عهد الحسن الثاني وإلى الآن هو ضيعة في يد الحكام، يفعلون بأموال الأمة ما يشاءون. طلب إليه ونصحه بقوة أن يرد الأموال للأمة. الملك والأمراء ورثوا سيولا كما قال سيولا من الذهب والفضة، فينبغي أن يردوها إلى الشعب، وأن على كل حال أن يخلصوا هذا الشعب من ربقة الديون الضخمة التي على كل حال هي في عنق كل واحد صغير وكبير، شيخ وصبي، بل حتى الذين لم يأتوا بعد إلى هذه الدنيا. تقدير مهم جدا للأستاذ المرشد لما قال بأنه رد مال الأمة للأمة، لأن هذا كان مدخل للعدل، لأن اللي تلاحظ شنو هو التسويق ديال الملك الفقراء، الأولوية للفئات الهشة اللي هي أو المناطق المعزولة، المسألة الاجتماعية، ولكن بمقاربة إيش؟ مقاربة ديال تأسست آنذاك مؤسسة محمد السادس للتضامن، الحملات ديال التبرع اللي هو منطق الصدقة أو المنطق الإحساني بالمعنى الأرضي ديال لا بينفوزونس زعما. بينما الأستاذ المرشد ركز على المدخل ديال العدل. الآن حنا في واحد الوضعية استثنائية، المغرب تغرق، فإذا خص واحد المجموعة ديال الاقتراحات اللي تخرج اولا بعدا تخرجنا من السكتة القلبية، ثم يبقى الطريقة ديال التغيير وديال الإصلاح وديال كذا، هذه راه غادي تبقى سد طريقها. اعتقد بان الان كل ما جاء في المذكرة بان الصواب ديالو، لانه ركز على المسألة الدستورية واستبعدها النظام طيلة المرحلة ديال منذ 99 حتى 2011، وكان تقريبا نوع من الإجبار على أن مسألة دستورية. تحدث عن الأمر الصحراء، معضلة كبيرة جدا، واقترح على النظام مخرجا لهذا الأمر واضح جدا. المسألة الحقوقية سواء فيما كان من قبل، يعني ذكر محمد السادس بما فعله أبوه، ذكره بالحدائق الشيطانية في عنوان الحدائق الشيطانية، ويقصد بالحدائق السرية يعني الأجساد التي كان يخفيها ويقتلها أو على كل حال يسجنها، تلك ذلك السجن الخطير في تزممرت وغير تزممرت. لا بد من فعل يؤسس، فعل يمنح الشرعية لتسيير جديد للدولة، لمنهج جديد في الحكم، لعدالة أخرى، لتعليم راشد، لعدل اجتماعي يلغي الامتيازات. فهل سيستجيب الملك لهذه الدعوة الصادقة؟ هذه نصيحة استعجالية، وضع استعجالي، خصو واحد الحل استعجالي، كيف يطبق كيف كذا، هذا ماشي المسؤولية ديال الأستاذ عبد السلام ياسين. هو أعطى تصور، أعطى واحد المجموعة ديال الاقتراحات اللي ممكن أنها تصرف كيف غتصرف، المعني بالأمر هو اللي يشوف كيف يصرفها. في مذكرة إلى من يهمه الأمر عبر الأستاذ المرشد رحمة الله عليه أنه ليس له تفاؤل كثير بالأمر، يعني كتبها إلى محمد السادس ينتظر. نعم، لأن أعمال العقلاء منزهة العبث، لا يمكن أن تكتب رسالة ولا تنتظر جوابا ولا تنتظر استجابة أو تفاعلا، لا يمكن، ولكن ليس هناك كثير تفاؤل، وهذه عبارة في مذكرة إلى من يهمه الأمر، ليس هناك كثير تفاؤل مما يمكن أن يقدم عليه محمد السادس. صدرت المذكرة أواخر شهر دجنبر سنة 99 و900 وألف، وكانت وقتها حدث الموسم بامتياز، ومناسبة للمعلقين والمتحدثين والحزبيين من كل المشارب والتوجهات للإدلاء بدلوهم في موضوع المذكرة وأسلوبها وحقائقها ومقترحاتها ونوايا صاحبها، بل وصل بالبعض اعتبارها دليلا على انفتاح النظام وديمقراطيته، حيث أنه لم يستهدف الإمام
بل على العكس من ذلك رفع عنه الحصار. وماشي هو اللي رفع الحصار، احنا اللي رفع الحصار، اعطيناه فرصة باش يخرج من الازق اللي كان فيه، واللي كانت فيه الحكومة واللي كانت فيه الدولة. الذي يتبادر الى الذهن والى ما قاله الناس هو انه انظروا الى هذا النظام الجميل الجديد الرائع، كيف ان رجلا يكتب هذا الكلام القوي في ابي المالك ويصف ما يفعله وما فعلته الاسره المالكه بالاموال، وكلام قوي. كيف ان هذا الملك رغم ما قيل له اخرج الاستاذ عبد السلام ياسين من الحصار، والواقع غير ذلك. الحقيقة أنه لم يفك حصار، جماعة عبد الإحسان لا تزال محاصرة، لا تزال مضطهدة. إن كان الرمز خرج للشارع، الجماعة لا تزال في زنزاناتها. فلن يلجأ إلا إلى رد غير المباشر، وهذه غادي تلاحظوا بأنه التي يسمى الغالب التعامل المخزني مع المعارضين، هو أنه الموضوع هو هذا، ولكن الاعتقال سبب آخر، هو اللي هو التعامل غير المباشر. اشتدت وطأة الحصار على الأستاذ المرشد رحمة الله عليه بعد الرسالة مباشرة، وبعد خروج الرسالة مباشرة. خرجت الرسالة في الندوة الصحفية في يناير كما قلت 2000، بعدها مباشرة منعت أسرته وأصهاره وزوجة الأستاذ عبد السلام ياسين منعوا من الحج، بل وصل أقول الغباء والبلادة والحمق بالقائمين على الأمر آنذاك إلى أن ينزلوا بعض أفراد العائلة من الطائرة وهم متوجهين للحج. لذلك غتلاحظوا بأنه من بعد المذكرة ما كانش ما قبلها، لأنه بدأت الحرب على المخيمات ديال عدل الإحسان، بدأت الحرب على طلبات عدل الإحسان، كانت الاحتجاج ديال يوم 10 ذو جنبير وما ترتب عنه من محاكمات، تصريحات ديال الميداوي اللي بقيت يتذكرها على عدل الإحسان والمخيمات، فهذا هو الفرق. فرد الفعل بالتأكيد أنه كان منتظر. عبد السلام رحمة الله عليه قال أنا أعرف المخزن حقود حسود. وبالفعل بعد ذلك بشهور وفي ذكرى 10 ذو جنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نزلت الجماعة كما وعدت، نزلت رغم المنع ورغم التأسف إلى آخره. ماذا كانت النتيجة؟ لأول مرة في تاريخ علاقة النظام بالأستاذ عبد السلام ياسين رحمة الله عليه، لأول مرة تعتقل العائلة تقريبا كلها وبعض أصهاره. اعتقلت زوجته للا خديجة رحمة الله عليها، وابنته الأستاذة نادية، وابنته الأستاذة أسية، وابنته الأستاذة مريم، وابنه الأستاذ كامل، وصهره الأستاذ عبد الله الشيباني. يعني اعتقالات هكذا. بل تمادى النظام في هذه الشراسة على كل حال، وفي هذا الغباء، وحكم عليه بثلاث أشهر نافذة ابتدائي، ثم أصبحت بعد ذلك نفس المدة ثلاث أشهر في الاستئناف غير نافذة. إذن فأين هو التخفيف بعد مذكرة إلى من يهمه الأمر؟ غذات المذكرة انبرت أقلام من مختلف المشارب، سياسيون وحزبيون وعلماء ومجالس علمية إلى الرد على صاحب الرسالة، رد رام تحوير النقاش ليركز على بعض الشكليات من قبيل نية صاحب الرسالة وأسلوبها وتوقيتها وخلفياتها، عوض الانكباب على تحليل مضامينها ومدارسة أفكارها والاستفادة من بعض مقترحاتها. وبغض النظر على ردود الفعل اللي كانت عند الناس من هذه الرسالة، الناس اللي انتقدوا، الناس اللي
شككوا في الارقام والناس اللي كانوا، لان تنعرفوا الوضع اللي كانت فيه الرساله، معنا كذلك الادوات ديال النظام تحركت للهجوم على الرساله. الاشكال اللي كان هو انه من تكفل بالرد. تلاحظوا بانه مثلا في رساله ديال الاسلام او الطوفان سنلاحظ بانه الذي تكفل بالرد هو الذي وجهت له الرساله، العكس فهذه الذي تكفل بالرد هو واحد مجموعه ديال مسخرين كيف نقولوا بالدارجه، متنوعين بتنوع التاثير ديال العدل والاحسان. الاستبداد دائما تيحاول لي يخوف ويعذب ويعتقل ويعزل ويحاصر ويدير اساليب متعدده باش يخلي الناس انهم ما يتجرؤوش وما يتكلموش وما يطالبوش. وفي الوقت الذي تم فيه التركيز على شكليات الرسالة والتشكيك في نوايا صاحبها، تم تهميش مضمون المذكرة واقتراحاتها من النقاش العمومي، وبقيت وثيقة تاريخية شاهدة على حقيقة المشهد السياسي بالمغرب المطبوع بنقاشات سطحية تتغدى من مواضيع ثانوية لتغطي بها على أصول المشاكل وعمق المعاناة وحقيقة المتسببين فيها. فإذا الرسالة جات قدمت واحد مجموعة الاقتراحات ربما تبان بأنه صعيبة واش قابلة للتنفيذ ولا لا، ولكن الواقع كان يقتضي أنها تكون واحد الإجراءات جريئة جدا باش تخرج الوضع من التردي اللي كان فيه. فتنعتقد بأنها كانت متناسبة جدا تلك المقترحات مع هذه اللحظة، لأنه اللحظة أريد لها أن تكون عهدا جديدا، ولأنه أريد لها أن تكون عهدا جديدا فبالتالي كانت تتطلب كذلك اقتراحات خارج المألوف أو كما يقول الأمريكيين خارج الصندوق. فلذلك هذا الإجماع اللي كان عند الناس في الأخر لما جت الرسالة، بالطبع تكلموا الناس وأغلبية الناس إلا من رحم ربك بهاد ردة الفعل على القوة ديال الرسالة وعلى الكلام ديال الرسالة وعلى الملك وعلى النصيحة كيف خصها تكون، وعلى عوض تكلموا على المضامين ديال الأمر والغاية من طرح النصيحة والمقترحات اللي غادي تطرح باش نخرجوا من الوضع اللي كنا فيه. لذلك مباشرة من بعد هذه الزوبعة اللي كانت رجعوا الناس لنفس الكلام اللي قال الأستاذ عبد السلام ياسين، وربما أكثر منه في الوصف ديال التردي ديال الأوضاع، وعطوا أرقام أخرى اللي تتأكد داك الشيء، وعطوا معناه أنه كل شيء مشى في نفس السياق. تبقى المذكرة وثيقة لم تزدها الأيام والسنون إلا تجذرا، ولم تزد أفكارها إلا وضوحا ومقترحاتها إلا صحة ورجحانا، وتبخرت في مقابل ذلك شعارات العهد الجديد. هذا الشعر المحلق في الأجواء سينتهي وسيحل محله النطر المثقل بالبؤس وبالحرمان، وهذا ما وقع مع الأسف الشديد. هذا ما وقع، ذهب الشعر الذي كان محلقا في تلك الأجواء، والآن نحن نعيش مآسي النثر البئيس الذي ألقى بكلكله على هذا الشعب اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وصحيا وغير ذلك. قبل 47 سنة أعلنها الأستاذ عبد السلام ياسين صريحة واضحة مدوية هذه البشرى وهذه الذكرى، وإنه الإسلام أو الطوفان، وما تزال الذكرى والبشرى سارية المفعول لقرآنية جوهرها ونبوية أسلوبها، بل اتضح صوابها وتأكد رجحان عقل مطلقها مع مرور السنين والأعوام. ألا يا حكام، إنه دائما الإسلام أو الطوفان. هذا كلام لا يموت أبدا، وبالفعل ما كتبه الأستاذ المرشد رحمة الله عليه في الإسلام أو الطوفان، وما كتبه في مذكرة إلى من يهم الأمر، لن يموت أبدا، كما لم تمت الكلمات العظيمة لرجال القومة ولرجال الإصلاح في تاريخ أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام سيدنا الحسين عليه السلام
لا يزال يرن في الآذان كلام العز بن عبد السلام سلطان العلماء، لا يزال يرن في الآذان، وستبقى هذه الكلمات في الإسلام أو الطوفان وفي مذكرة إلى من يهمه الأمر في أذن التاريخ وفي سمع التاريخ وفي تحت بصر هذا الشعب إن شاء الله بإذن الله وسمعه. والله سبحانه وتعالى هو الفاعل المختار في أمته، سيأتي إن شاء الله بإذن الله ستجني الأمة ثمار هذه الكلمات الحية، لأن الكلمات الحية كما قال رحمه الله عليه لا تموت أبدا. وأتكون صورة الظالمين صورة ساعة، صورة ساعة وتمضي، وإن ساء الناس وتبقى كلمة الحق خالدة تقول قول حق فتبقى بعدك مخلدة إن شاء الله، وكذلك تكونون وكذلك تفعلون وكذلك تقولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، مشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم من جديد. بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي كلمة الحق لا تموت، معي للتعليق على هذا الفيلم الوثائقي الكاتب الصحفي والباحث في الشأن السياسي الأستاذ عبد الرحمن خيزوران. أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا بك. ومعي كذلك الكاتب الروائي والباحث في قضايا الثقافة والفنون الدكتور عبد القادر الدحيمني. الدكتور عبد القادر أهلا وسهلا بك، مرحبا بكما. في البداية، هل من قراءة وتوصيف لمضمون الشريط وإشارة عنوانه؟ معك أستاذ عبد الرحمن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة سي محمد والدكتور ناصر القادر وللحضور والمشاهدين الكرام. في هذه الجلسة نناقش فيلما وثائقيا كلمة الحق لا تموت. وأنت تعلم سي محمد وأنت رجل إعلام أن الفيلم الوثائقي ينضبط لمجموعة من القواعد وينبغي أن يتسم بخصائص، لها أن الفيلم الوثائقي ينبغي أن يقدم لنا فكرة واضحة. القاعدة الثانية وهي أن يتسم الفيلم بما يسمى في علوم الإعلام بالشاهد البصري. الفيلم الوثائقي ينبغي أن يقدم إجابة على السؤال الأول، ماذا يريد أن يقول صانع الفيلم، إجابة بصرية من خلال رصد وقائع حية أو الاستعاضة عنها بمشاهد تمثيلية أو محاورة معاصر تلك الوقائع. والقاعدة الثالثة وهي أن يجيب عما يسمى بالبيان الوثائقي. من ينبغي عندما ننهي مشاهدة فيلم وثائقي ما وكأننا قرأنا بيانا واضحا مكتمل الأركان ووثائقيا، أي أنه ينبني على وثائق حقيقية وموقعة. في ضوء ذلك أعتقد أن هذا الشريط استطاع أن يكسب الرهان وأن يقدم صورة واضحة، فكرته منسجمة وواضحة، استطاع إلى حد بعيد أن يكسب رهانه وأن يقدم صورة واضحة وكافية عن هذا الرجل الذي عاش في المغرب، الإمام عبد السلام ياسين رحمة الله عليه، عالم رباني مجاهد قدم نصحا لملكين حكما المغرب. الفيلم استطاع أن يمزج عدة أصناف من صنوف الإعلام، استحضر صريحات، وظف الموسيقى، وظف التعليق الصوتي، وظف أيضا الشاهد البصري الذي تحدثنا عنه وفق تسلسل تناسقي كرونولوجي. هو مقبول باعتباره أول فيلم بهذا الحجم تنتجه قناة الشاهد. إن كان من ملاحظات يمكن تسجيلها على الفيلم فلي ملاحظتين. الملاحظة الأولى وهي أن الفيلم لم يستمع لصوت من خارج العدل والإحسان يقرأ هذا المسار وهذه النصيحة. الملاحظة الثانية وهي أنه في استقرار المساحة التي خصصت لقراءة الرسائل من الداخل، يعني من متنها وليس فقط من السياق والحيثيات التي حكمتها، أعتقد أنها مساحة كان يمكن توسيعها بشكل أكبر. عدا ذلك في تقدير أن الشريط استطاع إلى حد بعيد أن يكسب الرهان وأن يقدم صورة كافية واضحة على الفكرة التي أراد معالجتها. طيب أستاذ عبد القادر، نفس السؤال بنظرة الأديب والمثقف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة أولا، وتحية للأستاذ عبد الرحمن للسادة الكرام الحضور. الشريط هو إعادة قراءة لرسائل الإمام رحمة الله تعالى عليه في ذكره الحادي عشرة، وهو بمثابة تحيين لهذه القراءة وتحيين لفهمنا لهذه الرسائل ولسياقاتها
ولمجمل حيثياتها بغية تعميق النظر وتأصيل الرؤية. فهذا الرهان الأساسي للشريط، لأنه عندما نربط دلالة المضمون بدلالة العنوان كلمة الحق لا تموت، فالشريط بدأ وكأنه بحث عن هذه الحياة، عن هذه الروح. فالمقصد العام للشريط هو استلهام روح هذه النصيحة وجعلها منهجا وتأسيسها داخل الجماعة وداخل الأمة. هذا بإجمال. طيب أستاذ عبد القادر، قراءة يعني هل يمكنكم يعني قراءة طبيعية لبناء الشريط والوثائق التي اعتمد عليها؟ يمتد الشريط على طول يعني 40-50 دقيقة، ويتكون من مواد متنوعة، من مجموعة من الحوارات، مجموعة من مقتطفات صريحات أرشيفية سابقة، أجزاء من كبسولات تلفزيونية، بالإضافة إلى التعليق. وهو تعليق كان ذو بعدين، كان هناك تعليق للربط بين فقرات الشريط، وكان هناك أيضا تعليق توصيفي لبعض مشاهد رباط استندت أساسا على مكتوبة الإمام وخاصة رسائله. هذا التنوع حكمته رؤية معينة لإعادة قراءة مسار النصح ومسار النصيحة في تاريخ الإمام رحمة الله تعالى عليه، وهي قراءة وإن لم تأتي بالجديد على مستوى الوقائع والأحداث، لأنه ما ورد من وثائق ومن أحداث هو أمر معلوم ومعروف في عمومه إلا ما كان من بعض الجزئيات والتفاصيل، لكن الجديد هو في الرؤية التي سعى الشريط إلى تعميقها وإلى تأصيلها وإلى التعاطي مع مفهوم النصيحة، ليس بوصفه حدثا سياسيا كما فهم في السياق التلقي العام أن الرسائل كانت موجهة لملكي البلاد وبالتالي فهي أحداث سياسية. الشريط سعى إلى تصحيح هذه الرؤية وإلى التعاطي مع النصيحة بوصفها منهجا إسلاميا أصيلا، وتشمل التربية، تشمل الدعوة، وتشمل السياسة كذلك، أطرا للحكام على الحق وترشيدا للحياة العامة وإرادة للخير للأمة جمعاء بحكامها بنخبها بعموم أفراد شعوبها. وأنت يعني تتحدث على بناء الشريط والوثائق يعني انطلاقا من طبيعة الضيوف وزوايا المعالجة، ما هي قراءتك؟ اسمح لي قبل التطرق لمسألة الضيوف، هناك متغيران، هناك عامل أساسيا تحكم لعله في إصدار الشريط. المسألة الأولى وهو المتغير الزمني. أعتقد أن مرور عشرات السنين على بداية الرسالة الأولى، يعني هاد المدة الزمنية تجعل من الضرورة بمكان تحيين قراءة هذه الرسائل. المتغير الثاني وهو متغير زمني بطبيعته أيضا، هذه الأجيال الشابة التي التحقت بالجماعة بحاجة أيضا إلى أن ترتبط بالأحداث التاريخية الكبرى في مسار الجماعة وبالمنعطفات والمحطات الحاسمة في هذه الجماعة، ربطا لها بتاريخها وربطا لحاضرها بماضيها تأسيسا للمستقبل. فيما يخص نقطة الضيوف، أنا في الحقيقة أثارني تركيز شديد يعني الشريط كان قاصدا في استضافته، بحيث يمكن أن نميز بين ثلاث أنواع من الضيوف. النوع الأول كان فاعلا مباشرا، والإمام رحمة الله تعالى عليه وشركائه في هذه الرسالة في التوزيع وفي الرقن وما إلى ذلك، على رأس الأستاذ أحمد الملاخ، الأستاذ محمد علي السليماني، والأستاذ علي سقراط عليهم رحمة الله تعالى جميعا. ثم ما يمكن أن أصطلح عليه بالشهود، وهم مقربون من عائلة الإمام ومن عائلة الشركاء الإمام. ثم هناك العنصر الثالث، وهم ثلاثة وجوه قيادية في الجماعة، على رأسهم الأستاذ فيصل أرسلان الذي حضر بوصفه نائبا للأمين أمين العام الجماعة، ثم الأستاذ عبد الكريم العالمي الذي حضر بوصفه رئيسا لمجلس الشورى. بينما
ارتأى منتج الشريط أن يقدم الدكتور عمر أحشان بوصفه باحثا في العلوم السياسية، وهو ما قد يعني لنا أنه سيتخذ نوعا ما مسافة من الموضوع وهو يقاربه، وستكون له الحرية للإدلاء بآراء معينة قد يضيق بها الأمر عندما يتحدث بالصفة التنظيمية باعتباره عضوا في الأمانة العامة للدائرة السياسية. التركيز على هذه الوجوه قد يحمل، وأنا أريد أن أتفاعل مع الأستاذ عبد الرحمن، ليس مونولوجا داخليا، هو كان له هدف هذا الأمر إلى هدفين، سعى إلى تحقيق هدفين. الهدف الأول بطبيعة المنتج الإعلامي هو يبحث، وخاصة في الأشرطة الوثائقية يبحث عن السند العالي، هو أراد أن يصل إلى المصدر الحقيقي للمعلومة، أن يستقي المعلومة من معينها، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أن طبيعة التناول الذي حكم الشريط لموضوع النصيحة يجعله شريطا في تأصيل وتعميق وتجدير التصور، ومن ثم لا يمكن أن يتحدث عنه إلا أهله ومن الداخل، بل أكثر من ذلك حضور الصفة الرسمية يعني ترسيخ المنهج والانتقال به من البعد الفردي، من البعد الصحبة إلى بعد الصحبة في الجماعة، بمعنى أنه سيصبح منهجا للجماعة كمنهج إسلامي لا يرتبط فقط بأحداث معزولة. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني الأكيد أن الفيلم أتى في سياق يعني خاص عربي ومحلي ودولي كذلك، بنظرك لماذا عرض هذا الشريط في هذا التوقيت بالضبط؟ أعتقد أن الشريط جاء في سياق خاص وعام، سياق خاص يهم جماعة العدو إحسان نفسها، ذلك أن الجماعة تخلد الذكرى 11 لوفاة الإمام عبد السلام ياسين رحمة الله عليه، وهي مناسبة تتخذ غالبا بعدين رئيسيين. البعد الأول هو ترسيخ مبدأ الوفاء للرجل ولمشروعه الذي أتلاه، ومن خلاله تؤكد الجماعة على أنها ماضية في ذات الطريق في أصولها ومرتكزاتها، مع انفتاحها طبعا على التطوير وعلى التجديد وعلى الانفتاح على كل مفيد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية الجماعة استطاعت أن تجعل من هذه الذكرى ورشا مفتوحا للتواصل وللحوار وللتطارح في قضايا مختلفة تهم البلد وتهم الأمة بشكل عام. أعتقد أن هذا سياق أول مهم جدا ينبغي استحضاره. السياق الثاني وهو الموقع السياسي الذي تحتله جماعة الإحسان اليوم، ونفس الموقع موقع المعارضة السياسية من خارج النسق الرسمي، موقع العمل من داخل المجتمع مع الشعب للانحياز له. هذا الخيار في الحقيقة هو يشكل جوهر وروح الرسالة التي توجه بها الإمام إلى ملكي المغرب، وقد جرى هذا الموقف وهذا الخط السياسي على الجماعة معنا تبعات وضريبة واضحة، لعل آخرها ملف الدكتور محمد بعسو الذي أمضى سنة كاملة تقريبا في السجن دون سبب منا معقول باستثناء انتمائه للجماعة وتعبيره عن رأيه من داخلها. يأتي أيضا هذا السياق باعتباره منتوجا إعلاميا في سياق إعلامي مغربي يتسم مع الأسف الشديد بتجريف واضح لكل الأصوات الحرة ولكل المنابر المستقلة، وفتح الباب واسعا ومشرعا لمنابر التشهير ولصحافة الصفراء في سياق يتسم بالسيولة الشديدة وبإضعاف كل ما من شأنه أن يقدم الفائدة والمعلومة والخبر والتحليل للمواطن المغربي. وأيضا يأتي في سياق سياسي يتسم بالانغلاق الشديد، واجتماعي يتسم أيضا بالتوتر الشديد، ذلك أن المغرب دخل مرحلة سياسية تتسم بنوع من الرتابة المقرونة بالتضييق الواضح على كل الحقوقيين وعلى كل السياسيين الذين لا ينخرطون في اللعبة الرسمية كما تحددها الدولة. هذه الرتابة المقرونة بهذا التضييق ولغياب معنى مشروع سياسي واضح من شأنه أن يدمج المجتمع في العمل العام، ولد هذا التوتر الاجتماعي الذي يتخذ بعدين، بعد التدمر الشعبي المضمر الذي يشبه الجمر الذي يتقد تحت الرماد. هذا التدمر ناتج عن الغلاء الفاحش والمتزايد لمختلف الأسعار. والبعد الثاني هو بعد الاحتجاج الفئوي
الذي يتجلى بشكل واضح اليوم في احتجاجات الأساسيدة. أعتقد أن هذه جملة من السياقات دون أن ننسى طبعا السياق الإقليمي. طيب نمر إلى الحضور الكريم لأخذ بعض التعليقات حول الفيلم الوثائقي. معنا شيماء تجاري. شيماء أهلا وسهلا. بارك الله فيك. كلمة الحق لا تموت هو فيلم يعرض سيرة ومسيرة رجل ضد الظلم والاستبداد، رجل لم يعرف الخوف والشك واليأس والاستسلام إلى قلبه سبيلا، رجل صدع بالحق ولم يخف قول الحق لومة لائم، رجل الكلمة الخالدة، رجل الكلمة القوية، صاحب مواقف شجاعة وإرادة من حديد لا سليم، وإصرار على المبدأ حتى ولو كان ثمن ذلك الإصرار السجن والحصار والرمي بالجنون. لم يثنيه ذلك عن قصده في تبليغ دعوة الله وفي القيام ضد الظلم. فيلم يبعث حرارة الإيمان في النفوس والثبات على قول الحق، ويحث الكبار قبل الصغار على مواصلة الطريق وبذل كل غال ورخيص في سبيل هذا الدين وفي سبيل إقامة العدل. فيلم يستنهض الهمم ويستثير العزائم ويملأ الصدور ثقة واطمئنانا أن الدور لنا لا علينا، وأن التاريخ معنا لا علينا، وأن صوت الحق لا يخمد أبدا، والحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. شكرا شيماء. ومعنا كذلك أمين بطاء. أمين مرحبا تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية وأنا أشاهد هذا الشريط صدقا كما قال الأستاذ عبد القادر، هاد الأجيال اللي أنا جزء منها واللي ما عاصرتش وما عاصرتش هاد الوقائع التاريخية، ولكن وانا تنتفرج في الفيديو تنحس بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا احنا كأعضاء ديال جماعة العدل والإحسان، وحنا كنشوفوا بأن المؤسس والمرشد رحمة الله عليه الأستاذ عبد السلام ياسين الله تعالى يرحمه ويجعله في أعلى عليين مع الشهداء والصديقين، كنشوف هذه القوة ديال العزيمة وهذه الهمة الكبيرة اللي كانت عند هذا الرجل، وتنقول حنا كيفاش غادي نكونوا في هذا الوقت هذا، وهذه كلمة الحق لا تموت بمعنى لا تزال سارية داخل الجماعة، فكيفاش غنقدروا نتحملوا هذه المسؤولية؟ ونسأل الله تعالى أننا نكونوا من 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 أصحاب الهمم العالية ونستقيوا من همة صديق السلام باش حتى حنا فعلا تبقى هاد كلمة الحق سارية فينا ونقدروا نتعاملوا معها. مسألة تانية اللي مهمة بزاف وهو أن الشريط بكل صدق رائع جدا ومادة دسمة لكل من لا يسعف الوقت على قراءة تاريخ الجماعة ومطالعة مواقفها من مجموعة من القضايا، وهو كذلك إجابة كبيرة على التساؤلات التي يسألها سواء الشباب أو المجتمع بصفة عامة، فينا هي جماعة العدل والإحسان وتاريخها وشنو كدير هاد جماعة العدل والإحسان، فتاريخها وشنو كدير جماعة العدل والإحسان بكل صدق قدر يجاوب عليها هاد الفيديو هاد الوثائقي هذا. فشكر جزيلا لكل اللي سهر على هاد الفيديو وشكرا جزيلا وتبارك الله عليكم. شكرا أمين. شكرا شيماء على هذا التعليق. طيب أستاذ عبد الرحمن خيزوران، أنت صحفي وباحث في الشأن السياسي، بعد مشاهدتك لهذا الفيلم الوثائقي هل من خلاصات عن ما قد استوقفتك؟ في الحقيقة استوقفتني عدد كبير من الملاحظات. أبدأها بالملاحظة الأولى وهي أن الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله إن كان قد ظهرت نصيحته للملكين بصورة واضحة وكبرى في الإسلام أو الطوفان في مذكرة إلى من يهمه الأمر وأيضا في قول وفعل رسالة القرن الملكي في الميزان، فإن هذه الفلسفة أو هذه الروح حضرت في 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 مسار الرجل رحمة الله عليه على طول، من حضرت في كتبه في القوم والإصلاح في العدل، حضرت في محاوراته مثلا مع عزام التميمي أو حتى مع فرنس وبورغا في كتاب الإسلام السياسي صوت الجنوب، بمعنى نفس الفكرة التي تنبني على معارضة الحكم المتسلط المستبد غير النابع من الإرادة الحرة للشعب، من حضرت على طول مسار الرجل. هذه فكرة استوقفتني كثيرا سواء من خلال الشريط أو من خلال
مسار الإمام ككل. فكرة ثانية أيضا أراها مهمة جدا وقدر أنها من خصوصيات الإمام مقارنة مع علماء آخرين قدموا نصحا لأمرائهم، هو أن الإمام قدم النصح نعم، ولكنه مضى في اتجاه تشكيل كيان يحمل فكرة ويحمل مشروعا يرسخ في المجتمع ويحمل هذا المشروع بغية خلاص هذا المجتمع. من الأمور أيضا التي استوقفتني في الشريط وفي الرسالة على أي حال وفي المذكرة، كيف أن الإمام زاوج بين الخطاب القوي الصدع الغير المتردد بالكلمة في وجه السلطان، ومعها معنا استحضر أيضا الخطاب الشفيق الرحيم الذي يريد الخلاص حقا للحكم. معنا المسألة ليست مسألة مناكفات أو منازعات كما قد يصور البعض، أو مسألة شخصية كما قد يصور البعض، حتى أن الرسائل لاحظنا لم تتخذ معنا عنوانا شخصيا، الإسلام أو الطوفان مذكر إلى أمن يهمه الأمر. معنا هذه المسألة مهمة جدا، معنا هذه المزاوجة بين ذلك القول القوي وتلك ذلك الأسلوب أو اللغة التي تتسم أحيانا بالعطف وبالرحمة، وهي تظهر أن النصح كان نصحا خالصا معنا خالصا وصادقا. أيضا مما استوقفني أن الإمام رحمة الله عليه أدرك مبكرا مركزية الدولة في الإصلاح وأهمية النظام السياسي في بناء المجتمعات. الذي يطالع على تراث الإمام رحمة الله عليه يقف أن كثيرا كيف أن الإمام يعالج مسألة الحكم ومشروعية الحكم، ويمكن أن نذكر في هذا الصدد أن الإمام وقف كثيرا عند مسألة شرعية السلطة أو شرعية نظم الحكم من جهتين، من جهة طريقة التولية، معنى طريقة تولية نظام الحكم، ومن جهة مضمون التولية، معنى مضامين هذه التولية. فمن جهة مثلا من جهة طريقة التولية، الإمام في مسألة شرعية الحكم استبعد كثيرا ومجى مسألة الغلبة من الحاكم المتغلب، استبعد مسألة التوريث أن تكون مصدرا لشرعية الحكم، استبعد الانقلابات، ومعنى غلب مسألة المشروعية ينبغي أن تنبني على الكفاءة وعلى الثقة وعلى النزاهة، أو ما يصطلح عليه الإمام بالقوي الأمين. وفي مسألة الآليات الإمام كان واضحا أن الحكم ينبغي أن ينبثق من الاختيار الحر للشعوب والذي تعبر عنه اليوم الآلية الانتخابية. في مسألة مضمون الحكم، فالإمام تحدث كثيرا على أن الحكم ينبغي أن يحكم الأمة بمضمون منسجم مع هويتها، معنى يحترم خصوصيتها أصولها ثقافتها وهويتها، وطبعا يسعى إلى أن يستفيد من تجارب العالم. ومع هذا المنطلق العام، الإمام أيضا ركز على أن تكون السياسات العامة معنى تخدم أو خادمة للمجتمع منبنية على العدل الاقتصادي والاجتماعي. استوقفني أيضا أن الإمام في الرسالة وحين كان فردا ومع ذلك أعمل التشاور، تشاور مع صاحبيه، أخبر العائلة وذكرها بالمسارات المحتملة لمثل هذا القول، وحينما أصبحت له الجماعة أيضا أعمل آلية الشورى، وقد ذكرنا الأستاذ عبد الكريم العالمي في شريط كيف أن مذكرة إلى من يهم الأمر تشاور فيها الإمام مع دائرة ضيقة من قيادات الجماعة، رغم أنها ستصدر باسمه، إلا أنه وذكر أستاذ عبد الكريم العالمي مسألة الأخذ والرد والتعديل، ومعنى الإمام رسخ مسألة الشورى في سلوكه وفي الجماعة من بعده. وأكتفي بهذا أخي محمد. طيب، نمر إلى الأستاذ عبد القادر التحميني في سؤال أخير، يعني ماذا أرادت جماعة العدل والإحسان في رأيك من خلال هذا الشريط وفي هذا السياق الذي نعيشه بالضبط؟ أعتقد أن الرسائل كثيرة في الحقيقة، هي رسائل إلى داخل الجماعة، إلى أعضاء الجماعة، رسائل المجتمع المغربي، وهي رسائل مستمرة إلى عموم الأمة والإنسانية جميعا. لكن أعتقد أن الرسائل البارزة لهذا الشريط الوثائقي تمثلت في الرسالة الأولى، كون هذا الشريط لا ينبغي أن ينفصل عن كونه جاء في الذكرى، بمعنى أنه هو سعي وفتل في حبل الوفاء
لهذا الرجل، للرجل المؤسس الناصح، الإمام الناصح رحمة الله تعالى عليه، وتمتين لهذه الصلة التي لا ينبغي أن تحجبها برزيخ الموت كما أكد في نصيحته رحمة الله تعالى عليه. هذا الرسالة الأولى. الرسالة الثانية وهي رسالة ذات بعد رمزي، نجد أنه الشريط في 27 دقيقة، يعني نصف وقت الشريط كان يتحدث عن إسلام والطوفان، وهي مسألة أعتقد ليست مسألة عابرة، هي مسألة لها مقصدية، يعني أعتقد أنا شخصيا أن لها مقصدية مهمة جدا، بمعنى أن رسالة الإسلام والطوفان ذلك الذي حذر منه الإمام رحمة الله تعالى عليه من عدم جراء عدم الاستجابة للناصحين ولأمر الإسلام ولكلمة الدعاة، هو هذا الذي بدأت تظهر علاماته، ولا أتحدث فقط على المستوى الوطني بل هو أمر يعني واقع الأمة ككل، ويعني قضاياها الأساسية والكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما طوفان الأقصى عنا ببعيد، نسأل الله تعالى المجاهدين المقاومين في فلسطين. الرسالة الثالثة وهي ما تفتأ العدو حسن تذكر بالأصول، وتحاول أن تمتن هذه الأصول، والأصل هنا المتين يتمثل في تعميق فهمنا للنصيحة بما هي دين، بما هي ليست سمة خاصة بمحطة كما قلت، وهي سمة مشروع. ومن خصائص هذا المشروع وهو ما ظهر جليا في الشريط قوة الصدع بالحق، هذه سمة لازمة الآن في مشروع العدوسان، لم تعد سمة خاصة في الرسائل. الوضوح التام والابتعاد عن المجاملة، تحمل المسؤولية، تحلي بالمسؤولية وتحمل تبعات الكلمة الحرة. ثم مسألة أخرى وقد أشير إليها من طرف خفي، وهي تتعلق بصوابية ما تقترحه جماعة العدل والإحسان وصدقية استشرافاتها، وهو أمر يثبته التاريخ وتثبته المآلات ونقف عليه جميعا. فأعتقد هذه السمات ليست واردة على سبيل الاستعراض، ولكن على سبيل توصيف الحق لجماعتين ينبغي أخذ مجموع هذه الخصوصيات عند التعامل معها، عند التعاطي معها، وينبغي أيضا تتمين هذه التوصيات في كل بناء وطني مقبل والإفادة منها إسلاميا وإنسانيا كذلك. الدكتور عبد القادر الدحيمان، الكاتب الروائي والباحث في قضايا الثقافة والفنون، والدكتور والأستاذ عبد الرحمن خيزوران، الكاتب الصحفي والباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكما على كل ما تفضلتم به. قد يلتحق الصادح بكلمة الحق بالرفيق الأعلى، إلا أن كلمته تبقى حية في قلوب الناس، تدلهم على الطريق وتكشف لهم عما تختزنه بشريتهم من طاقة على السمو الروحي وقدرة على الفعل في التاريخ وصناعة التاريخ. ليس عبثا أن يحارب أهل الباطل كلمة الحق، لأنهم أدرى الناس بأن كلمة الحق نور لا يخبو وروح لا تموت. ختاما مشاهدينا الأفاضل، حضورنا الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن الإنصات والمتابعة، نلقاكم في موعد جديد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.